بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في هذه الآية يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدعو الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام، وأن يبين لكل داعية في خط النبي صلى الله عليه وآله عندما ينطلق في خط الدعوة إلى الله، أن عليه أن لا يتعقد عندما يرى الأكثرية ممن يدعوهم إلى الإسلام لا تستجيب لدعوته ولا تؤمن بدينه، لأن المسألة ليست مسألة تقصير منه، حتى لو بذل كل جهده وحتى لو كان حريصاً على أن يوفر كل فرصة للهداية من أجل أن يفتح قلوب الناس على الله وعلى الحق. لماذا؟ باعتبار أن القليلين من الناس هم الذين يتمردون على كل الضغوط التي تضغط عليهم عندما يواجهون التيار، لأن التيار الطبيعي في الحياة الحسية للناس هو أن الناس يستسلمون لأطماعهم ولشهواتهم وللذاتهم ولحاجاتهم الحسية. إن هذا يمثل حالة غريزية في الإنسان الذي يعيش عالم الحس، لأن التمرد على كل هذا الواقع الذي ينطلق من الجوانب الحسية للإنسان يحتاج إلى رؤية واضحة في العقل، وإلى إرادة قوية في الكيان، وإلى انفتاح على نهايات الأمور عندما تبدو البداية للإنسان مشجعة. إن المسألة هي أن من السهل السير في اتجاه التيار، ولكن هناك صعوبة من السير ضد التيار. فالإنسان الذي يؤمن بالله لا يكفي في اختياره الإيمان أن يقتنع، ولكن أن يكون مستعداً لالتزامات الإيمان. من التزامات الإيمان أنك قد تواجه الرفض من أقربائك ومن أصحابك
ومن كثير من الناس الذين يملكون مراكز القوة في مجتمعك، إن معنى اختيارك للإيمان هو أن تصبر على ضغط الالتزام عندما تنفتح لك الشهوات ويريد الإيمان لك أن تقف بقوة ضد انحرافها، أو عندما تتبدى لك الأطماع والإيمان يقول لك إن عليك أن لا تستسلم لها. هناك الكثير من المصالح الشخصية التي تقف بالإنسان في مواجهة إيمانه، وهناك كثير من اللذات الحسية والشهوات الجسدية والمصالح الذاتية التي تقف أمام الإنسان لتمنعه من أن يتركز، من أن يركز خطه في خط الإيمان، لأن الإيمان ليس كلمة، الإيمان عقيدة وكلمة وموقف ومعاناة. لذلك القليلون من الناس هم الذين يتحملون ضغط التيار ويتحملون ضربات التيار. وهكذا لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى كل جهده، فإن جهده وحده ليس هو كل السبب في إيمان الناس، لأن هناك الواقع الذي يعيش فيه الناس والذي يمكن أن يضغط عليهم ليمنعهم من اختيار الإيمان. ولو أنكم حاولتم أن تقوموا بعملية استفتاء أو استقراء ميداني لكثير من رفاقكم ومن أقربائكم ممن لم يتحركوا معكم في خط الإيمان، لرأيتم أن القضية عندهم لم تنشأ من عدم اقتناع، وإنما نشأت من خلال أن هذا يخاف أن يفقد مصلحة لو أنه كان ملتزماً، أو يفقد شهوة، أو يفقد وضعاً معيناً، أو يتضرر بضرر أو ما إلى ذلك. لو أنكم حاولتم أن تقرأوا واقع الناس الذين حولكم لرأيتم أنهم لم ينطلقوا من فكرة مضادة، ولكنهم انطلقوا من شهوة مضادة، ومن طمع مضاد، ومن وضع مضاد، وما إلى ذلك من الأمور. لذلك هذا هو السبب في أن الأكثرية لا تسير في خط الإيمان، لأنها تخاف من الإيمان على شهواتها وأطماعها ولذاتها في الحياة الدنيا. وحدهم الواعون الذين يدرسون النتائج قبل أن ينطلقوا مع المقدمات، الذين يعرفون عمق الأشياء ولا يدرسون القضايا من خلال السطح، هؤلاء الذين يتعمقون في وجودهم ليعرفوا سر وجودهم، وينفتحون على ربهم ليعرفوا مقام ربهم، وليعرفوا كيف يواجهون الموقف أمام ربهم، هؤلاء الذين يفكرون دائماً، والذين يتأملون دائماً، والذين ينضبطون في حالة الاهتزاز، هؤلاء هم الذين يبقون في خط الإيمان ويصرون على الامتداد فيه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تتعقد إذا لم تتبعك الأكثرية، لا تنهزم إذا كانت الأكثرية في خط مواجه لك. ليس من الضروري دائما أن تكون الأكثرية على صواب وأن تكون الأقلية على خطأ، لأن الأكثرية قد تنطلق من خلال السطح، بينما الأقلية
تنطلق من خلال العمق، والكثيرون والقليلون من الناس هم الذين ينفذون إلى العمق. لهذا عليك كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يستوحي القرآن في ذلك كله: أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، لا تستوحش في ذلك، لأن القضية ليست هي كثرة الناس، ولكن القضية هي طبيعة الطريق. انظر إلى طريق الهدى، كيف يمكن أن يضمن لك خط النجاة وخط الاستقامة وخط الانفتاح على المكاسب التي الكبيرة التي تحصل عليها في نهايات الأمر؟ لا تفكر كم هو الطريق مزدحم بالناس، ولكن فكر كم هي العناصر التي تجعل هذا الطريق طريقا بعيدا عن الزلل وبعيدا عن الضياع وبعيدا عن كل مواقع الهلاك. انظر طبيعة الطريق ولا تنظر الناس الذين يسيرون فيه، فربما يخطئ الناس علامات الطريق، ربما يظنون أن هذا طريق الهدى وهو طريق الضلال، لأنهم لم يدرسوا الفارق بين الهدى وبين الضلال. وهكذا عندما تنقلب الصورة عن الناس فإن من الطبيعي أن يضلوا عندما يرون الحق باطلاً والباطل حقاً. لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. عندما تجد أن الناس يقبلون على مائدة ينظرون فيها كمية الأكل ولا ينظرون فيها نوعية الأكل، عندما قد تقبل على مائدة مملوءة بأصناف الطعام حتى لا يتسع المكان للطعام الموجود فيها، ولكنك عندما تحدق في هذا الطعام فإنك لا تجد فيه ما يعطيك القوة في جسدك وما يغذي عناصر الأجهزة التي تحتاج إلى غذاء معين، لأن هذا الطعام لا يشتمل على العناصر المغذية التي يمكن لها أن تستجيب لصرخات الجوع في أجهزة جسدك. فالدم يحتاج إلى عناصر معينة من الغذاء، والعظم يحتاج إلى عناصر معينة والغذاء، قيمة والأعصاب كذلك، وقيمة الغذاء إنما هو من خلال العناصر المغذية التي تعطي كل طاقة من طاقات الجسد غذاءها. هذه فليست المسألة هي كمية الغذاء، ربما تأكل كثيراً وتشعر بالانتفاخ، ولكن لا يمضي مدة قصيرة إلا وتشعر بأنك جائع، لأن ما تحتاجه أجهزة جسدك لم تأخذ ما تريده من غذائها. فالإمام الذي يقول يعني يعطي هذه المسألة أنك أنت عليك أن تنظر إلى النوعية ولا تنظر إلى الكمية. يعني الآن عندما تمشي في طريق الهدى ربما لا تجد فيه أناساً كثيرين، ولكنك تجد نوعية ممن يملكون الوعي المنفتح ويملكون الحس العميق ويملكون الرؤية الواضحة. فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. وهكذا كلمة علي عليه السلام في وصيته: لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. عندما تريد أن تشعر بالأنس فإن عليك أن تدرس ما تؤمن به. إنك عندما تدرس ما تؤمن به وترى أنه يمثل الحقيقة فإن عليك أن تأنس بالحقيقة، لأنها هي سر الحياة وهي قوة الحياة. أما الباطل فلو كان كثيراً فإنه لا يؤنسك، لأنه لا يمثل أي حيوية في الحياة. ولهذا كان علي عليه السلام في ما حدثنا به عن نفسه كان يمثل هذه الحقيقة. كان يعيش في بعض الحالات وحده ولم يكن معه أحد
ولكنه في الوقت نفسه كان يستشعر القوة في هذا المقام، لأنه كان يستشعر أنه مع الحق. لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. لأن الإنسان الذي يحس بامتلاء شخصيته، بامتلاء فكره، وامتلاء قلبه، وامتلاء إحساسه، وامتلاء حياته بالحق، هو إنسان لا يشكو ضعفا، لا يشكو ضعفا إذا لم يكن هناك أحد يملأ فراغ الجو من حوله. وهكذا عندما يعيش الامتلاء الذاتي فإن وجود الناس من حوله لا يضيف إلى شعوره بشخصيته شيئا، لأنه يعرف نفسه جيدا. ينبغي للإنسان الذي يلتزم فكرة، الإنسان الذي يلتزم الإسلام كدين يمثل الحقيقة الإلهية، إنسان الذي يلتزم خط الإصلاح، إنسان الذي يلتزم خط التغيير، إنسان الذي يلتزم خط الحرية في الحياة، خط العدالة في الحياة، عليه أن يتعود على الوحدة أو يتعود على القلة، ولا يسقط، باعتبار أنه عندما يدرس ما يملكه من فكر أو من خط أو من مبدأ فإنه يرى فيه القوة كل القوة، ويرى فيها الخير كل الخير، والهدى كل الهدى. ثم بقدر ما الإنسان يملك قوة الموقف بقدر ما يستطيع أن يترك تأثيره على الناس. يمكن في البداية قد أنت تمضي عليك سنة سنتين ثلاث سنة، الناس قد يسبونك، قد يشتمونك، قد يرجمونك بالحجارة، قد يتهمونك بالجنون، قد يتهمونك بمختلف الاتهامات، ولكن إذا كنت الإنسان الصامت فإن صمودك سوف يجعل لموقعك قوة يخضع الناس لها بعد ذلك. الإمام علي سلام الله عليه عند كلمة قالها لولده محمد عندما كان يهجم، أراد أنه أن يهجم، طبعا هو قالها في الحرب، ولكن الحرب على أشكال، في حرب عسكرية وفي حرب ثقافية وفي حرب اجتماعية وفي حرب سياسية إلى ما شاء، كل حرب، لأنه دفع الناس، دفع الله الناس بعضهم ببعض. قل له تدفي الأرض قدمك، يعني اذعل ثبت قدمك في الأرض تماما كما هو الوتد. كيف الوتد لما نخليه هيك بالأرض، كيف نخليه الأعماق الأرض لو مهما بدك تحل حلو ما بتحل حال. تدفي الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، اعتبرها مش إلك، هاي لله. لما الواحد يعتبر جمجمته لله بعد ما بيهتم فيها يحافظ عليها اهتمام، هذا بده يعطيها لله في كل مرة. ارمي ببصرك أقصى القوم، يعني أنت تطلع للأخير مش للأول حتى تهرب كذا، هذا خليك لاحظ كأنه في نهاية الأمور، هذا تزول الجبال ولا تزول. هذا الإنسان المؤمن. هذا الآن الله لما حدثنا في كثير من الآيات أنه بالنسبة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هؤلاء اللي كانوا يعيشون الاهتزاز، أما بالنسبة للمؤمنون قلوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن يستمد قوته ويستمد صلابة موقفه، يستمده من إيمانه بصوابية فكره وبحقية موقفه، وعند ذلك عندما ينطلق فإن النتائج ستأتي بعد ذلك. عليه أن يصبر على النتائج في المقام، لأنه كثير الأشياء مثل ما الجنين لا يولد إلا بعد 9 أشهر، كذلك كثير من حالات الهدى يمكن واحد أول ما تحكي معه ما بيأمل معك، لكنك باليوم الثاني بالثالث بالرابع يمكن هذا يحتاج لسنة حتى يقتنع. لهذا ما ييأس الإنسان، يحتاج لسنتين يقتنع هذا. ولذا الله لما حدث بالنسبة للمسلمين، كان النبي لما الله سبحانه أرسله برسالة كل يوم واحد اثنين ثلاثة كل واحد يؤمن، بعدين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، صاروا يدخلون، كان واحد واحد
صاروا يجوا فوج فوج، كانت جاءت وفود العربي لما صار عنده قوة وتصلب بموقفه وما تنازل، وحتى في أشد الحالات قال لا تحزن إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، من خلال ذلك جاء الناس إليه أفواجا. هذا معنى. وهكذا إحنا نحتاج فيها المجال. هل آية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تتأسف لا تحزن، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر. ثم أنت مهما الآن لو رفضك الناس أو قبلوك، لو رفضك الناس، لو رجموك بالحجارة، لو شتموك، أنت عليك أن لا تضعف أمام هذا، لأنه من الذي يضعف؟ الآن مثلا واحد يجي مصلح ديني، مصلح اجتماعي، مثلا إنسان مخلص في الخط السياسي، يتحدث مع الناس والناس يصفرون له، مثلا بدل ما يصفقون له يصفرون له، أو أنهم يشتمونه، أو أنهم يتهمونه، أو أنهم يرجمونه بالبيض الفاسد أو بأي شيء من الأشياء، أو يطردونه من بلادهم كما طرد النبي من الطائف مثلا وما إلى ذلك. متى يتعقد من هذا؟ إذا كان الإنسان يعمل من أجل أن يحصل على ثقة الناس، أو من أجل أن يحصل على الأجر من الناس المادي مثلا، أو على الأجر المعنوي. نعم يتألم، يقول لك أنا جاء أشتغل ما أحد مثلا يقدر شغلي، ما أحد يقدر عملي، ما أحد يعطيني، مثل بعض العلماء ربما يقعد في بلد ما أحد يعاونه، ما أحد يساعد، يقول لك هاي البلد ما بتسوى، هذه كذا، هذه ما بتنسكن، ما القبيل. الله يقول له أنت الآن ما جاي، أنت تأتي إلى لهؤلاء الناس من حيث أنك رسول، لا من حيث أنك تقدم لهم عملا تطلب أجرا منهم. لو كنت تقدم لهم عملا تطلب منهم أجرا عليه لكان رد فعلك الطبيعي أن لا ترتاح إذا رفضوك وإذا هاجموك وإذا رجموك بالحجارة أو اتهموك بما لست فيه، لأنك ستفقد الأجر عند ذلك، يعني الأجرة. ولكن أنت جاي كرسول، ودور الرسول أن يبلغ الرسالة، دور الرسول أن يفتح عقول الناس، أن يذكر الناس، أن يخرجهم من غفلته. ولذلك فإنه لا يتعقد إذا رفضه الناس، لأنه يكون قد بلغ رسالته وقام بما يجب عليه. وما تسألهم من أجر، أنت لا تسألهم لا أجر مادي ولا أجر معنوي، وإلا هم يجوا قالوا له ما يحدثوكم بالسيرة النبوية الشريفة أن قريش أرسلت مع أبي طالب عم النبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت له ماذا يريد ابن أخيك حتى يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا ويفرق جمعنا؟ ما مضمونه يعني، مو ضروري بهذه الدقة، ماذا يريد؟ إن كان يريد مالا فهذه أموالنا بين يديه، وإن كان يريد ملكا سودناه علينا، يعني جعلناه سيدا علينا، وإن كان يريد مثلا لذة زوجناه مثلا، وإن كان يريد كان يشكو في حالة صحية أرسلناه إلى كهاننا حتى يداووهما. شيء يريد احنا مستعدين بس خليه يترك. وكان رد النبي صلى الله عليه واله لا والله يا عم، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته او اموت دونه. معناه ان النبي صلى الله عليه يقول لعمه يا عم انا لم اتي من اجل ان احصل على فرصه ماديه مما يملكه هؤلاء، سواء كانت الفرصه الماديه تتصل بالمال أو تتصل بالجاه، أنا لم أتي لهذا. ماذا؟ ما قيمة أموالهم أمام الشمس؟ ما قيمة مواقعهم أمام موقع الشمس؟ ما قيمة ذلك أمام القمر؟ لو جمعوا الشمس والقمر لي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، لأن هذا الأمر هو أمر الله، وهذه الرسالة هي رسالة الله. ولذلك أنا أنطلق من موقع القناعة ومن موقع الإيمان ومن موقع الرسالة، ولا أنطلق من موقع الرغبة في هذا الموضوع حتى أستسلم لإغراءاتهم إذا قدموا لي الإغراءات، أو أخاف من تهديداتهم إذا
واجهوني بالتهديدات. هذه الروح، هذه ينبغي يعيشها أيضا كل إنسان مؤمن. إنسان الآن المؤمن عندما ينطلق مع أهله، مع جيرانه، مع أصحابه، مع أصدقائه، مع كل الناس الذين يعيش معهم، عليه أن يضع في نفسه، يعني عليه أن يختزن في داخل نفسه هذه الفكرة: أنا شخصيا بالنسبة إلي لست إنسانا يطلب موقعا اجتماعيا من هؤلاء الناس، لست إنسانا يطلب مردودا ماليا لهؤلاء الناس، أنا إنسان أريد أن أؤدي رسالة الله. مثل كلمة الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطنا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق يقبلني فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله. أصبر أكون أوديت رسالتي أنا علما. وهذا المعنى ينبغي أن يختزنه كل شخص. يعني أنا أقول لكم، في المرة قالها شخص هو منحرف عن الإسلام، ولكن كلمة جيدة كان يقول هذا، يعني كان يقول على أنه كان محمد كل العرب فليكن كل العرب محمدا ولو بنسبة الذرة إلى البحر. احنا نقول الآن احنا قد ما نستطيع أن نكون محمدا صلى الله عليه وآله، ولكن علينا أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن نستمد القوة من قوته. عندما يكون الإنسان شابا عليه أن يفكر في شباب محمد كيف كان شبابا ينطلق في خط الاستقامة قبل أن يبعث به النبي، وكذلك عندما يكون كهلا عليه أن ينطلق إلى كهولة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى صلابته وإلى ثباته وإلى مواجهته كل التحديات في هالمجال. وهذا ترى هو كما أنه النبي صلى الله عليه وآله لم ينتصر من خلال قوة غيبية، الله رعاه في بعض مواقعه بغيبه، ولكن النبي انتصر من خلال معاناته ومن خلال حركته البشرية. لذلك نحن بمقدار ما نكون أقوياء نكون إحنا بمقدار نستطيع على أن نركز مواقعنا ونستطيع أن نوسع مواقفنا، بمقدار ما نكون ضعفاء يسحقنا الآخرون في هالمجال. لهذا أنا أقول لكم: كونوا أقوياء في موقفكم مع كل الناس، كونوا أقوياء في مواقفكم مع آبائكم وأمهاتكم، اخفضوا لهم جناح الذل من الرحمة، ولكنكم قفوا أمامهم بعنفوان في مسألة العقيدة. في فرق: واحد يطيع أبويه ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقبل قدميهما بحيث يشكل، يقبل أيديهما، يقبل أقدامهما، ولكن إذا وقف الإنسان بين الله وبين الأبوين بعد ما في أبوين، في الله. لابد يكون موقف قوي. شوفوا الآن بالنسبة إلى خطاب، أنا أحب من كل الشباب اللي يعيشوا هذا أن يقرأوا حوار إبراهيم مع أبيه. إبراهيم مع أبيه الآن، بحيث يعني عدة حوارات هذا، لما تحدث أنه بعد ما تحدث معهم كذا ثم قالهم هذا، أنه فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أن كل أصنامكم كل كذا هذا، وأبو يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي، إلى أن قال لأهجرنك لأرجمنك واهجرني مليا. أنت ذلك ابتعد عنه، يعني وقف موقف صلب وما خضع للجانب العاطفي من أبيه ولا بالجانب التهديد من أبيه، قال لأرجمنك ومع ذلك ما خضع، ظل واقف في المقام. هذه سواء كان مع آبائنا ومع أمهاتنا ومع إخواننا ومع أقربائنا وأصدقائنا، موقف النبي هو الموقف الرائد في هالمجال. هذا الإمام علي سلام الله عليه عندما وقف أمام عمرو بن عبد الود وقال له عمرو بن الود أن أباك كان صديقا لي في الجاهلية وأنا لا أحب أن أقتلك، أنت ابن أخي، أبوك كان أخ من هذا وكان صديق لي، وأنا ما أحب أن أقتل ابن صديقي. الإمام علي قال له: ولكني أحب أن أقتلك، صحيح أنت صديق أبي لكن عدو ربي،
وهذا لما تكون واحد صديق أبي وعدو ربي بدي أوقف أنا أمامه، بدي أقتلك حتى أزيحك، حتى ما تكون حاجز في هذا. هاي روح روح الإيمان، يعني هذه صداقة الآباء، والله فلان أرابتنا وفلان صديقنا وما إلى ذلك. عندما تكون المسألة مسألة علاقتنا بالله، لو الدنيا كلها أجت خلاص الله ما في حدا، مع الله ما في حدا، لا نجامل أحد لا نهادن أحد. طبعا احنا نظل برواء ولطف وكذا، لكنه في الموقف، الموقف ما يتغير. يمكن واحد الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع طريق الذي رجع إلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء محسابا في أحمد. وما تسألهم عليه من أجر فأنت لا تقدم لهم شيئا تطلب فيه عوضا، إن هو إلا ذكر للعالمين. أنت تقدم لهم الرسالة التي هي تمثل ذكرا يخرجهم من غفلتهم ويخرجهم من حالة الضلال التي يعيشون فيها. وكأي، قل مشكلة هؤلاء الناس هي مشكلة الغفلة، مشكلة هؤلاء الناس مشكلة عدم الوعي، مشكلة هؤلاء الناس مشكلة استغراقهم في خصوصياتهم بالمستوى الذي يغفلون فيه عن الحقائق العامة في الحياة. وكأي من آية في السماوات والأرض، شوفون الشمس، القمر، النجوم، البحار، الأنهار، الجبال، النبات، الإنسان، الحيوان، وكلها آيات تدل على الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لأنهم لا يلتفتون، يعني لا يوجهون تفكيرهم إلى ما يعرفهم حقيقة الأشياء، وإنما يحاولون أن يوجهوا نظراتهم بشكل سطحي إلى المظاهر والصور التي أمامهم دون أن يتعمقوا في داخلها. ولذلك فإنهم يمرون ينظرون إلى الشمس ولا توحي لهم الشمس بشيء، ينظرون إلى القمر ولا يوحي إليهم القمر بشيء، ينظرون إلى تعاقب الفصول وتعاقب الليل والنهار والبحار والأنهار ولا، وهم يعرضون عنها لأنهم لم يستغرقوا في مسألة معرفة الحقيقة وفي مسألة الانفتاح على الوعي وعلى المعرفة، وإنما استغرقوا في خصوصياتهم وأطماعهم ولذاتهم وشهواتهم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل حتى أن بعضهم الذي ينفتح على الإيمان بالله لا ينفتح عليه انفتاحا خالصا واسعا كليا، بحيث يكون إيمانه إيمانا خالصا لله، بل إنه يؤمن بالله ولكنه يضيف إلى إيمانه شركا. في بعض الأحاديث الواردة عن بعض الأئمة عليهم السلام ويمكن عن الإمام الباقر، قل هذا ليس شرك عبادة ولكنه شرك الطاعة، يعني مش شرك العقيدة ولكنه شرك الطاعة، باعتبار أنهم يؤمنون بالله ويطيعون غير الله في معصية الله، ومن أطاع غير الله في معصية الله فقد أشرك بالله، لأنه أطاع غير الله وعصى الله في هالمقام، هذا كأنه جعله ربا يعبده من دون الله مثلا. وفي بعض الروايات أنه هذه مثلها، هذا مثل الإنسان الذي يأتي ليقول لإنسان لولا أنت لهلكت، لولا أنت لضاع مالي، لولا أنت لدمر بيتي. قال إذن نقول لولا أن من الله علي بك لكان كذا وكذا. قال بلى، قال نعم، هذا كلام ينسجم مع ينسجم مع الإيمان. أما الكلام الأول فإنك قد جعلت الله شريك،
يعني هو فلان هو اللي أنقذك، فلان هو اللي أحياك، فلان هو اللي دمرك، هو اللي حفظك من الدمار، مع أن الله هو ولي ذلك كله. نعم، أنت اعتبر أن كل فرصة تأتيك من قبل الناس فهي منة من الله عليك. طبيب لما يشارك في شفائك تقول له لولا أن من الله عليه وألهمك معرفة الداء ووصف الدواء لكان كذا، لولا أن الله ألهمك، لولا أن الله هداك، لولا أن أنزل الله من تربط كل الأمور بالله. هذا هو التوحيد الخالص. حتى أنه في بعض الأحاديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه في تفسير العياشي أنه من الشرك أن تقول لفلان وحياتك، ما بنعملها كثير، وحياتك، وحيات ابني، وحيات أبي، وحيات ما أدري فلين، هذا كله ما بيصير. أنت عليك في هالمقام، لأن اليمين هو تعظيم، عليك أن لا تعظم إلا الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، أو من أريد به الله في هذا المجال. فالمهم أن يكون الإيمان خالص. إيمان خالص كما قلنا ينطلق من خلال أنك أن لا تضع في قلبك أحدا تعطيه أي شيء من العظمة إلا من خلال الله، بحيث أنت تعيش عظمة الله وتعيش عظمة مخلوق إلى جانب الله مثلا. يعني حتى إحنا نعظم النبي صلى الله عليه وآله، نعظم الأنبياء، نعظم الأئمة عليهم السلام، نعظم الأولياء، نعظمهم العلماء، لكن تعظيمهم من خلال تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. نحن نعظم النبي لأنه عبد الله ورسوله، نعظم عليا لأنه عبد الله ووليه، نعظم الأئمة لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، نعظمهم من خلال إخلاصهم في العبودية لله، لا أننا نعظمهم على أساس أنهم مع الله سبحانه وتعالى. ما في حدا مع الله، هاي النقطة اللي هذا. لهذا بعض الناس قد يستغرق في تعظيم شخص بحيث أنه يغفل عن الله سبحانه وتعالى، هذا بحيث يصير الإنسان بشكل يغفل عن ربه ويغفل كذا. هذا هل يعني الآن في كثير من الناس بحيث أنك يمكن الآن مثل ما الآن إحنا أنا دائما أمثلكم فيها مثل موجود هذا، ما في بعض الناس خليك هلا واحد خلي على أنه واحد يجي يسب الله، وكثير ناس يسبون الله، واحد بالبيت هو يتقاتل مع مرته ربك وكذا، ما في يحكي هيك هذا، أو بالشارع أو بكذا. لكن خلي في واحد والله بينكم الله يسب له واحد زعيم من هالزعماء اللي الناس تتعلق فيهم، كم رصاصة تطلع بصدره، كم رصاص، لأنه باعتبار الله ما له قيمة نفوسنا. إحنا بالعكس استغرقنا في حب أشخاص، استغرقنا في حب أشخاص بحيث لو فحصنا أنفسنا لرأينا أننا نحبهم أكثر من الله، أكثر من الله سبحانه وتعالى. هذه تحتاج علاج، تحتاج علاج. هذا شرك. شو الشرك يعني؟ هؤلاء بس المشركين يعني يوقف قدام ويوقف أمام الصنم ويحاول على أن يبتهل إليه، وأنت واقف أمام صنم بشري وهم تبتهل، تبتهل إليه وتعظمه وتقدره وتطيعه وتقاتل باسمه حتى الأنبياء. هذا مش ليش هذا إيمان؟ هذا شرك. شرك يعني الشرك هو حالة عملية، مو بس حالة فكرية فقط، حالة فكرية وحالة عملية. شرك الطاعة عندنا وشرك الطاعة وإذا ما عندنا. بل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كل هؤلاء الناس يعيشوا هذا الجو، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ يعني عندهم هيك الله لما يعذب في كثير من الحالات، بالزلزال يعذب، بالعواصف يعذب، بأشياء كثيرة. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية تغشاهم وتسيطر عليهم وتحرقهم من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة الموت بغتة وهم لا يشعرون؟ شو الضمانة الموجودة عندهم؟ ماخذين حريتهم، يكفرون ويشركون ويتحركون في خط الضلال، ما هي الضمانة الموجودة عندهم؟
ما هو الامتداد الذين يعيشون يأمنون؟ هل يأمنون أن تأتيهم غاشية؟ ما في ناس كثير هو وعايش مرتاح ومستأنس ومفرفش ويغني ويعمل كل شيء، وإذا أجا بلد بها فيضان وأخذ الفيضان، زلزال وأخذ الزلزال، بركان وأخذ البركان، أو عواصف ورعود وكذا وما أشبه، أو صواعق وما إلى ذلك. من اللي بيقدر يأمن؟ أو تجي لا تأتيهم الساعة بغتة، الفرد شوية إنسان وسخ يصير مجرى الدم في القلب، وإذا هو صار عنده بقلبية إنسان، لهذا بده يستعد وبده يحسب الحسابات بشكل دقيق. والحمد لله رب العالمين.